لجنة اقتصادية ولا ما حدش شيء سواء هذا ولا مش هذا ولا هذا وراه ما فماش. يعني أنا كيف الطبيعة تقبل الفراغ، وهذا بالنسبة لي رجل غنوشي نعمل له شابو با خويا العزيز. شنية باش نقعد نستنى فيكم انا خاطر انتم ما تمشيوش لغادي دافوس وما عندكمش غير الامكانيات ولا عندكم التركيز ولا عندكم القدره ان تكون عندكم علاقات خارجيه. اي هو مشايخ مشاي بصيفته كرئيس حركه النهضه ما مشاش قال انا راني تونس، خاطر وقت اللي انت تقول له شكون اللي كلفك في حاله ما جاء قال انا راني تونس وانا الحكومه التونسيه، ولكن يرد عليه سي نور الدين بتيشه يقول راهو ما بعثوا حتى حد. يا اخي بكش الغنوش قال راني بعثني رئيس الجمهوريه ولا ممثل شخص رئيس الجمهوريه باش يردوا عليه يقولوا له لا انت لست ممثل. كلام خرج مش هو لا مش هو مشى كزعيم لحركه النهضه، الرجل يخدم على روحه في دبلوماسيه في علاقات تعكس يعني الموقع نتاع حزبه على الخارطه الداخليه والخارجيه احببت ام كرهت. اليوم فما احزاب ذات صيت ذات صيت باش نكونوا واضحين ونزهاء وموضوعيين، راهو دافوس تحضر فيه قيادات حزبيه مش بالضروره قيادات حكوميه، ونعرف ذلك جيدا. عديد الدول تمشي فيها وفود رسميه وفود حزبيه وشخصيات وطنيه مؤثره ونافذه ورجال اعمال ومؤسسات اقتصاديه، هذا دافوس. يعني ماهيش بدعه راهو ان يكون رجل غنوشي موجود هناك. فقط الشيء اللي نجم انا التقطه من العمليه هذية خارج اطار اللي سجل عليه نقاط وسجل عليه نقاط انه السيد هذا هو الوحيد اللي قاعد يخدم ويتحرك خويا العزيز. شكون اللي منعهم الناس الاخرين؟ شكون اللي منع شخصيات وطنيه اخرى انها تمشي؟ شكون اللي منع نقابي انه يمشي؟ شنو منع لوتيكا انه يمشي؟ شنو اللي يمنع الكونيكت انه يمشي؟ شنو اللي يمنع بقيه الاحزاب السياسيه انها تمشي؟ منحها انه ما همش معدلين على المسائل هذية والنهضه احكم عليها كون معاها ولا ما تكونش معاها تعطي قيمه لها القضايا هذية. الشيء اللي خلاها اليوم في قلب العمليه السياسيه وطنيا واقليميا. من دافوس يمشي عبد العزيز بوتفليقه يحكي معاه على الشان الليبي شو باش نعمل؟ ولا غالب خويا العزيز اذا كان انت ما عندكش سياسه رسميه ليبيه، اذا كان انت ما عندكش سياسه رسميه تجاه ليبيا، اذا كان حزب سياسي اللي هو حركه النهضه اقوى من الدوله ومن الحكومه تجاه الموضوع الليبي، اذا كان الناس اللي يخدموا في النهضه فاهمين ليبيا اكثر من العباد اللي موجوده في الحكومه، اش نعمل لهم؟ باش نشد نعيط المستشارين الرئيس انا نقريهم بالورقه واستيلو اكتبوا واش فما ليبيا واش فماش في ليبيا، ولا نقعد نستناهم ما نتحركش؟ العالم راهو لا ينتظر الكسالى، العالم لا ينتظر غير الاكفاء، الزمن لا ينتظر العباد اللي قاعده فوق كراسيها وتنبر، هذاك اش بيعمل هكا وعمل هكا، اخدم افتح. شنو اللي منع انه رئيس الجمهوريه يكون عنده مبعوث شخصي لليبيا؟ شنو اللي منع انه يكون عنده مستشار خاص مكلف بالشؤون الليبيه؟ نلقاه هو يقابل بوتفليقه وينقل مقترحات تونس وينقل مقترحات رئيس الجمهوريه للسيد عبد العزيز بوتفليقه بالامكانيه التنسيق الاقليمي لايجاد حل سياسي داخل ليبيا، ما منع حد فقط الكسل لك هو. بلكين رايدين مستويات معينة الله غالب فهمتي في المرحلة هذية علينا أن نقر بذلك كهو معز الله غالب. ما تنجمش تقارني اليوم مستشاري رئيس راجل غنوشي عايش خويا راجل غنوشي شبكة كبيرة بتاع علاقات دولية لا شكون يستثمر فيها هذيك حاجة أخرى، أنت تشوف ماهوش يستثمر فيها لتونس، غيرك يشوف يقول لك هذا يستثمر فيها لتونس، غيرك يشوف أنه يستثمر فيها لحزبه وبصحته، غيرك يشوف فيها أنه يستثمر فيها الشخص الكريم، هذايا قضية أخرى في التأويل النوايا. لكن الواقع الواقع الراجل اقوى خويا العزيز، الراجل باجونداب كاري دادريس اقوى، الراجل توا كاين اللي معناها يشكبوا عليه كي يقول يخرج سي بنتيشه يقول والله ما كلفوش رئيس الجمهوريه، تي قاعد يستنى هو في الحكايات هذيا، تي قال لك انا كلفني رئيس الجمهوريه راهو انا باش نمشي لعبد العزيز بوتفليقه، سابع مره يقابل عبد العزيز بوتفليقه، كي غيروا من قيادات العالم اللي يقابل فيهم سي راجل الغنوشي اليوم. اليوم خويا اخدم انا 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 هالناس راهو اللي يتخيلوا رواحهم قاعدين يشكبوا على النهضه ويصارعوا فيها راهو بطريقه التصيد هذايا انما يخدمون مصلحه النهضه وقاعدين يحطوا في كل النقاط معناها نتاع الكسب ومتاع الكسب الثمين لفائده النهضه من حيث لا يعلمون. هاو بيه هاو عليه هاو عمل يا ودي اخدم كيف وبعد احكي يا ودي برا طور روحك برا هيكل روحك برا ابني حزب برا انسجم برا افرض قواعد لعبه داخلك برا اعمل انضباط برا طور من خطابك برا طور وكون الكادر السياسي بتاعك. فما عاد شيء وين الكادر السياسي يا معز ما نشوف فيهم انا في الاعلام نورمالمون عندي ديبا حاجتي بالنهضه يبعثوا لي صرصوت بتاع قائمه طويله بتاع متكلمين الاحزاب السياسيه الاخرى غالب هذاك اللي فما خويا هذاك اللي واحد اش فما يا اخي هي الحداثه والصراع ضد الرجعيه بالطبق بيك هو بالخدمه بالعمل بالمنجز
بالتحفر الارض بتطالع بتطور افق الواحد بال 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 بالعلاقات. ش عندك علاقات انت اليوم مقارنه بالحزب الرجعي اليمين الظلام اللي اسمه النهضه؟ انت مش نفس ش عندك علاقات مقارنه بها؟ اعطيني كاريد ادريس الدوليه اللي عندك انت اليوم، تهز التليفون شكون تكلم قيادات اليوم خارج اطار صفتك الرسميه كرئيس جمهوريه ورئيس حكومه، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قيمة اعتبارية به خارج الإطار هذا، في حزبه في أنصاره في ناسه في مستشاريه، شكون اللي عنده لجندا اليوم اللي عنده علاقات بالجزائر بالمغرب بليبيا بالأطراف المتصارعة بمصر بالإمارات؟ يا سيدي أنت حتى معادي للنهضة، حتى معادي للنهضة أنت بالمفترض أنك تكون قريب للمحور القريب المعادي للنهضة اللي هو مصر والإمارات، أنت بالأحرى ما عنده مش حتى علاقات لا في مصر لا في الإمارات جماعة هذوم اللي رافعين شعار معاداة النهضة. يعني راهي اللعبة خليك من هو على حق ومن هو على باطل، أنا نوصف لك فيها من وجهة نظر براغماتية، وأنت ولد الاقتصاد وتفهم الاقتصاد، بالنجاعة، أعطيني معركة أكون فيها ناجع، نعمل لك شابو با أنا، مهما كان أنا في السياسة بالنسبة لي مش قضية خير أو شر. لعبة براغماتية توفر لها أسباب نجاحك، توفر لها أسباب واحد، بعيدة عن التنبيه.